والآن مشاهدينا نحن على موعد مع أخبار المال والأعمال. إلى دينا فكري، أهلا بك دينا، تفضلي. شكرا لك نهى وأحمد، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكدت مصر أهمية قضايا استدامة الغذاء خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال كلمة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي بالاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021، حيث من المقرر عقد القمة على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم. وشددت الوزيرة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة نظم الغذاء، وهو الذي دعت إليه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2018 خلال المؤتمر 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي. تواصل الحكومة جهودها للتحول لنظم الري الحديث، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتطهير الترع. وخلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، وجه وزير الموارد المائية والري بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التي تقوم بالتفتيش حاليا على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع. تفقد مسؤولو الإسكان وحدات المشروع القومي سكن لكل المصريين لمحدودية الدخل الجاري تنفيذها بمدينة السادات، واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بتفقد محطة المعالجة الميكانيكية وخطوط شبكة الري، كما تفقدوا مناطق أراضي الإسكان الاجتماعي بأحياء الزيتون والنخيل والفردوس والنرجس. وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات علاء منيع أن محطة المعالجة الميكانيكية التي تعمل بنظام التهوية المطولة تبلغ طاقتها الإنتاجية 40,000 متر مكعب يوميا بمعالجة ثنائية وثلاثية وبتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه. تعمل الحكومة على دفع حدود التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. هذا وقد أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لصالح شركة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 41 مليون يورو، وتم عقد فعاليات اللجنة العليا المشتركة الأولى بين مصر وجنوب السودان. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمي عن أعلى مستوى في أسبوعين ليصل إلى 1824 دولارا و43 سنتا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، سجل الذهب عيار 18 نحو 680 جنيها، كما سجل عيار 21 نحو 793 جنيها للجرام، كما سجل عيار 24 ما قيمته 907 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6384 جنيها. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع في ظل تلامي الطلب أسرع من العرض، وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات كورونا بأنحاء العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 28 سنتا بما يعادل 4% ليتحدد سعر التسوية عند 76 دولارا و33 سنتا للبرميل. وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو بنسبة 0.5% في الجلسة لتختم على 73 دولارا و95 سنتا للبرميل.
سجل نشاط المصانع الصينية تراجعا في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ بداية وباء كورونا بسبب تباطؤ الطلب وضعف الصادرات والطقس القاسي. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر مدير المشتريات هو مقياس رئيسي لنشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إلى 50.4 في يوليو مقابل 50.9 في يونيو. ويواجه الانتعاش الاقتصادي الهش للصين خطر ظهور متحور دلتا لفيروس كورونا التي تهدد بخفض استهلاك المواطنين أثناء العطلات في الصيف. أظهر مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي بنسبة 2%. يأتي ذلك على وقع تقدم حملات التطعيم ضد الوباء في القارة العجوز ورفع القيود الصحية بشكل تدريجي لتعود أوروبا لتسجيل معدلات نمو قوية. بارقة أمل تتكشف من رحم معاناة وباء كورونا تشهدها القارة الأوروبية، القارة العجوز التي نفذت على مدى أشهر طوال إغلاقات ووقفاً للأنشطة بسبب كورونا، عادت الابتسامة لها بعدما أظهر مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 2% عن الربع الأول من السنة، وهي نسبة ملفتة تفوق كل التوقعات. وعلى وقع تقدم حملات التطعيم ضد الوباء ورفع القيود الصحية تدريجياً، عادت أوروبا لتسجيل نمو اقتصادي في الربع الثاني بعد انكماش خلال الشتاء. الدول 19 التي تعتمد العملة الموحدة حققت نتائج أفضل من الولايات المتحدة التي حققت ارتفاعاً بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج الداخلي، والصين التي حققت 1.3%. النتائج المبشرة للناتج الداخلي بنسبة 2% لا تزال تبقى أدنى ب3% من مستواه ما قبل الوباء. المفوضية الأوروبية توقعت في مطلع يوليو أن يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه إلى ما قبل الأزمة الصحية في الفصل الأخير من 2021. أما دول الجنوب الأكثر تضرراً جراء انهيار القطاع السياحي نتيجة الوباء، فسيترتب عليها الانتظار حتى النصف الثاني من العام 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتخطى نمو أوروبا 4.6% هذه السنة، وبالتالي لن يكون كافياً للتعويض عن الانهيار التاريخي بنسبة 6.6% الذي سجلته العام الماضي، لكنها تبقى خطوة على الطريق لاستعادة اقتصاد ما قبل الجائحة. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى نهى وأحمد. شكراً جزيلاً لك دينا.